بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، قامت الوزارة بخطوة مهمة بتدريس اللغة الأمازيغية، فما هي التدابير المتخذة لتعميم تدريسها بمختلف المؤسسات التعليمية انسجاما مع روح الدستور؟ شكرا. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، بالنسبة للتدريس الأمازيغية بغيت نعطيكم في البداية الحالة الراهنة. واحد العدد ديال الناس كيتسائلوا الآن في التعليم الابتدائي، من أصل 3.5 مليون ديال التلاميذ كاين 500,000 يدرسون اللغة، يدرسون اللغة الأمازيغية بواسطة تقريبا 5,000 أستاذ، هما اللي كاينين دابا كيدرسوا اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات ديال التعليم الابتدائي. كل الكتب المدرسية اللازمة لهذا التعلم موجودة وهي الآن مستعملة بالنسبة للست سنوات ديال الابتدائي. أما بالنسبة للمستقبل فهناك دراسة مازال في مراحلها الأخيرة لتحديد ليس فقط الحاجيات، لأن خصنا نعمو هذا الشيء حتى في التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، ولكن كيفية ديال الوصول لهذا التعميم، لأن كاين بعض الإشكاليات. مثلا واش غادي يكونوا مدرسين فقط ديال اللغة الأمازيغية اللي غادي يكون عندهم بزاف ديال الأقسام، ولا مثلا الأساتذة اللي كيتكلموا اللي كيقريو العربية هما اللي غادي يتكلفوا بالأمازيغية إلى آخره، ولكن ما غاديش ربما يكون عندهم التكوين إلى آخره. إذا هذه الإشكاليات كلها حنا كندرسوها الآن باش يكون واحد المخطط كما جاء في شكرا سيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة. سيد النائب تفضل. السيد الوزير، مزيان انه كاين 5,000 مدرس، ولكن اليوم الاجراءات التراجعيه ديال الحكومه تتاكد بان هناك تراجع في هذا المسار هذا، خصوصا انه في الحركه الانتقاليه الاساتذه اللي تنقلوا وكان عندهم منصب ديال تدريس اللغه الامازيغيه اليوم غادي يمشيوا يدرسوا مواد اخرى، هذا تراجع. المساله الثانيه هو انه الاكاديميات الجهويه ديال التربيه والتكوين انه علنت على مجموعه ديال المباريات بالتوظيف بالتعاقد، ولكن ما تشارش لهذه الماده تكون من بين المواد اللي غادي تدرس بالامازيغيه. بالاضافه كذلك ان هناك العديد من الاطر اللي تخرجت في الجامعات المغربيه في الدراسات الامازيغيه ولم يتم ادماجها الى يومنا هذا. بالاضافه كذلك ان هناك يعني غموض فيما يتعلق بالرؤيه الاستراتيجيه ديال الوزاره، خصوصا انه ملي تختزل اللغه الامازيغيه فقط في التواصل خصوصا في السنتين الاولى. فبالنسبه لهذه الاجراءات كلها ما تتاكدش الرسميه وتفعيل الطابع الرسمي ديال اللغه الامازيغيه كما هو منصوص. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟